إنجاز جديد من إنجازات النادي الأهلي المؤسسة الوطنية الكبيرة، بطبعا افتتاح أهلي الأقصر، أهلي طيبة، أهلي الصعيد. النهاردة كان في يعني حدث تاريخي في الأقصر، وجود النادي الأهلي على الأرض الطيبة، على أرض الأقصر. بنقول مبروك لأهالينا في الصعيد، مبروك لأهالي الأقصر على هذا الإنجاز الكبير، كمان مبروك للنادي الأهلي اللي كل يوم بيقول إنه هو في حتة تانية خالص. مبروك على شركة استادات الوطنية اللي هي الشريك القوي الاقتصادي جدا مع النادي الأهلي على هذا الإنجاز الكبير، وإن شاء الله في إنجازات قادمة بإذن الله في طريق النادي الأهلي.